على هذه الأرض ما يستحق الحياة. انتشر فيديو لشاب فلسطيني يقوم بإعداد وجبات وهي عبارة عن الكباب المشوي التي حرم منها سكان القطاع بعد الحصار الذي فرض عليهم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي. هذه الوجبات مشاهدين وزعت على الأطفال والنازحين والمنكوبين، ومثل هذه المبادرات تؤكد أن الشعب الفلسطيني متكاتف أمام محتل يحاول بشتى الطرق أن يبيد هذا الشعب. نتابع. حبينا اليوم نعزم النازحين على شوية كباب مرتبين وشقف صدر دجاج. يلا معاي نكبب الكباب ونجهزه للشو. طعميكم شيش.